إيمانون بجيشنا واحتضانون له حقق الأمن، وهو الذي سيكمل التحرير ولو بعد حين. إيماننا بأنفسنا، بتاريخنا، بثقافتنا عزز وحدتنا. هذا الإيمان حقق ما يشبه المستحيل في ظروفنا، وهذا الإيمان هو ما نحتاجه اليوم لمواجهة الحرب الاقتصادية لنحول نتائجها لمصلحتنا، ونحن قادرون على ذلك بكل تأكيد. أكرر مرة أخرى دعوتي لكل من غرر به، لكل من راهن على سقوط الوطن، لكل من راهن على انهيار الدولة، أن يعود إلى حضن الوطن، لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن. لا يكفي أن نقول بأن مشكلتنا في سوريا هي الإرهاب، أو أن مشكلتنا في سوريا سببها التطرف الذي أدى للإرهاب. هذا صحيح، هذا جانب، ولكن الذين أقصدهم بهذا الجزء من المجتمع هم أشخاص بمعظمهم لا يحملوا أي صفة من هذه الصفات، بالعكس لديهم كل الصفات التي تؤهلهم لكي يكونوا أشخاص متكاملين. لديهم كل تلك الصفات، لكن غابت عنهم المرجعية الفكرية والأخلاقية. طيب، هذه المرجعية التي أتحدث عنها هي التي تحدد علاقة الفرد بكل ما حوله. تخفيف العقبات أمر ضروري، لكنه لا يعوض عن زيادة الإنتاج التي تعتبر أساس تحسن الاقتصاد والوضع المعيشي. وأنا لا أكشف ابتكاراً، هذا ألف باء الاقتصاد. العقبات عامل من مجموعة عوامل كما قلت قبل قليل، بحاجة لإرادة، بحاجة لرؤية، بحاجة لمبادرة، بحاجة لعمل جماعي، لعناصر كثيرة يجب أن تجتمع مع بعضها البعض. لذلك يجب أن يكون عنوان المرحلة القادمة هو زيادة الإنتاج، ودور الدولة هو فتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كل المجالات، صناعية وسياحية وخدمية، وأهمها بالطبع الزراعية، ولمختلف الشرائح، كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وهذا ما عملنا عليه بهدف تحسين بيئة الاستثمار. فإسرائيل لم تربح الحرب عندما احتلت فلسطين عام 48، بل اقتربت من ذلك عندما اعتقد البعض من الفلسطينيين ومعهم البعض من العرب أيضا أن التنازلات المذلة هي التي تعيد الحقوق. نخسر عندما نصدق أن النأي بالنفس هو سياسة، وأنه يقين من شظايا الاضطراب في محيطنا، وعندما نعتقد أن القضايا المحيطة بنا منعزلة عن قضيتنا. ونربح عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين.